ولتسليط ضوء أكثر على انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في اليمن، ينضم إلينا توفيق حميدي الناشط الحقوقي اليمني عبر الهاتف من فيينا. أهلا بك معنا سيد توفيق. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم. أهلا بك سيد توفيق. يعني مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي راح ضحيتها 14 مدنيا جميعهم من النساء والأطفال. هذه يعني كما تعلم ليست هي الجريمة الأولى ضد المدنيين التي ترتكبها ميليشيا الحوثي. هل من تقديرات مجملة للمدنيين الذين قضوا من مثل تلك الهجمات؟ مساء أهلا وسهلا أخي الكريم. أولا نحن نقدم التعازي الحارة لكافة الضحايا الذين سقطوا جراء الحرب في اليمن، على الأقل بحسب تقدير آخر بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. في الأيام الأخيرة زادت أو كثفت جماعة الحوثي من عملية قصفها للمناطق السكانية سواء في الحديدة، وأمس أيضا كانت جريمة جديدة في محافظة تعز حيث تم استهداف المناطق الشمالية المأهولة بالسكان وأدى إلى مقتل 4 من المدنيين، 2 منهم أطفال، وإصابة ما يقارب 7 بينهم أيضا أطفال والنساء، إصابتهم خطيرة جدا. باعتقادي محافظة الحديدة ربما كل يوم تشهد عملية استهداف للمدنيين. هذا الاستهداف له صور متعددة، إما بالألغام أو بالعبوات الناسفة أو بالقصف العشوائي، ولا نكون مبالغين بأن الحديدة يعني ارتكبت فيها من الجرائم والفظائع بعد اتفاقية ستوكهولم أكثر مما ارتكبت قبل اتفاقية ستوكهولم نفسها. وإضافة اليوم ربما جماعة الحوثي اتخذت قرارا إلى حد الآن ربما لم تعلن بأنها ستعيد اكتساح المناطق الجنوبية، وهذا يفسر اليوم القصف المحموم الاشتباكات الشديدة أيضا على أطراف مدينة تعز الشمالية في محاولة لاقتحام المدينة واتخاذها نقطة عبور إلى المحافظات الجنوبية مثل عدن إلى غير ذلك. التقديرات اليوم، كل التقديرات التي يمكن نتحدث عنها المنظمات أو الخبراء هي تقديرات أولية، لأن اليوم لا يمكن الوصول إلى كل الميادين المعارك، بمعنى ميادين المعارك متنوعة، هنالك ميادين تحت سيطرة جماعة الحوثي وتتحكم في عملية الإحصاء والرصد والتوثيق، هنالك مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية، هنالك مناطق تحت سيطرة قوات مساندة للحكومة الشرعية. وبالتالي ما نستطيع أن نقوله هي عبارة عن تقديرات أولية، لأنه لا يمكن اليوم حتى الخلط أو المزج بين المقاتلين يعني الضحايا المدنيين وأيضا المقاتلين، ما زال هنالك أيضا في ظل التحكم والسيطرة وعدم قدرة الراصدين على التحرك بحرية والرصد بانسيابية وسهلة في هذا الميدان. لكن ما نريد أن نؤكده بأن اليوم الضحايا الفئات الضعيفة خاصة من الأطفال والنساء هم الأكثر، هم الأطراف الأكثر ضررا والأكثر. يعني هنا سؤال سيد توفيق، لماذا يعني تسعى أو تلجأ ميليشيا الحوثي إلى استهداف المدنيين في حربها ضد الحكومة الشرعية؟ هي جماعة الحوثي تستهدف المدنيين لأسباب متعددة، من أهمها أولا لكي تفقد الحاضنة الشعبية للمناطق للحكومة الشرعية أو للمقاومة أو للمقاتلين في هذه المنطقة. الأمر الثاني لأن اليوم جماعة الحوثي والمقاتلين غير ملتزمين بمعايير حقوق الإنسان ولا بقوانين الحرب ولا باتفاقية جنيف وغير ذلك، فستجد اليوم المعارك في مدينة تعز الشمال في الأطراف الشمالية، ستجد جماعة الحوثي تستهدف كافة هذه المناطق التي يمكن أن يتحرك أو تشكل نقطة عبور للمقاومة، وهذا هو ديدن جماعة الحوثي في كل مكان حتى في زراعة الألغام. عندما ترى بأنها ستخسر منطقة من المناطق تقوم بتلغيم هذه المنطقة من أجل أن تظل الخسائر متوالية ويفقد الجيش حاضنته. وبالتالي أعتقد الأمر يأتي في سياق أيضا زراعة الخوف وعدم عودة أيضا السكان إلى مناطقهم وترك هذه المناطق بصورة كبيرة لمع الاشتباكات عسكرية. نعم سيد حميدي، يعني الأمم المتحدة كما تعلم وصفت هذه المجزرة بأنها هجوم مروع وخرق واضح للقانون
الإنساني الدولي. بداية، كيف ترى يعني تعاطي المنظمة الدولية والمجتمع الدولي عموما مع هذه المجازر التي ترتكب من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن، وما قيمة هذا الوصف بأن هذه المجزرة مروعة أو وصف آخر، كيف تترجم على الأرض؟ أنا باعتقادي اليوم المنظمات الدولية يعني أصبحت غير قادرة على فرض يعني أي ضغوط على جماعة الحوثي، لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الإنساني ولا حتى على المستوى الإغاثي. واضح اليوم أن جماعة الحوثي أصبحت متحكمة بصورة كبيرة في مناطق سيطرتها، وبالتالي أصبحت تفرض أجندتها حتى على المنظمات الدولية. هنالك أجندة معينة، هنالك رقابة صارمة إلى غير ذلك، وبالتالي المنظمات الدولية تتخذ استراتيجية معينة. هذه الاستراتيجية تقوم على محاولة مسك العصا من الوسط بحيث تظهر بأنها غير منحازة لطرف من الأطراف، ويبررون ذلك بأنهم محافظون على هامش يستطيعون إيصال المساعدات وإنقاذ الضحايا إلى غير ذلك. وبالتالي كل هذه البيانات هي يعني في النهاية هي محاولة فقط للتوثيق واتخاذ موقف، لكن على الأرض وحقيقة لا، إلى حد اليوم المجتمع الدولي عاجز تماما عن الضغط على جماعة الحوثي. شكرا جزيلا لك توفيق حميدي، الناشط الحقوقي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. شكرا جزيلا لك.